اكتر مطعم طلب مني تحت في الكومنت جرب لنا مطعم تشيكن فيلا، فخدت اول طياره ورحنا على تشيكن فيلا، وبصراحه انبهرت من المنيو بتاعه. المنيو بتاعه كده بصوا مشهي كده ومفرح كده، جايب لك كل حاجه، بس يعني بص الاسامي غريبه، بص لكن الشكل جامد جدا. الاسامي بص يعني انت قول له هات من ده، ما تقولوش اسم المنتج لان مش هتفهم منه حاجه اصلا. متنوع جدا، في مشروبات كتيره جدا، في بطاطس هالبينو، بطاطس جبنه، وبطاطس عادي خالص يعني. برده عجبني جدا يعني برده المنيو بتاعه، ولكن انا جبت ده اللي مش هقول اسمه ومش هحاول اقول اسمه يعني. انت شوف ده بس وروح قول له انا عايز من ده على طول. وجبت بطاطس هالبينو، ولكن اللي هي الهالبينو الساده من غير هالبينو فراخ وكده يعني. وده كان الاوردر اللي احنا جبناه، كان بصوا يعني كالشكل مشهي جدا، ويعني بص حوار جامد يعني. بص الشكل يا الله على الجمال والحلاوه، والبطاطس الهالبينو، بطاطس هالبينو يا جماعه. وطلبنا برده بطاطس برده بالجبنه عاديه خالص عشان نجرب الهالبينو ونجرب العادي. وده صوص كده جربناه، صاحبي كان بيجيبه مش عارف صوص ايه اصلا، ولكن الاوردر لحد دلوقتي جامد جدا. فاضل بس ان احنا نجربه. طبعا صحابي اللي ما بيستنوش اي حاجه خالص وبياكلوا على طول. حاجه برده حابب برده اقولها، اللي هو مع الاكل ده كده كله ما جبناش غير 3 كاتشب بس، واحنا طلبنا ان هو يجيب لنا كاتشب تاني. فيعني ايه نقطه بس كده بسيطه، زود الكاتشب يا عم تشيكن فيلا، ما تبقاش بخيل يعني. الصوص طبعا اللي انا ما جربتوش وما اعرفش عنه اي حاجه اصلا يعني، ولكن هم اصحابي بيقولوا لي اللي هو حلو جدا يعني. ولكن صاحبي كان عاجبه جدا الاكسبيرينس بتاعت تشيكن فيلا، كان باين طبعا عليه. الموتزاريلا ستيك يعني ها فاهمني، لما امك تعمل موتزاريلا ستيك في البيت طعمها كان جبنه عاديه خالص يعني. الاوردر كان شكله مشهي جدا، والطعم برده كان مشهي جدا، ولكن عندي عيب واحد فقط، ان الشكل حلو قوي، ولكن في ريحه خل قويه جدا في الاكل. انا ما اعرفش ليه وما اعرفش جت من ايه اصلا يعني. تمام هو كله كان بياكل وكله كان عاجبه وكل حاجه، بس بص بقى الحته التركه دي، ان جوه التشيكن اصلا جوه حاشينها موتزاريلا يعني. بص كده، بص الجبنه اللي هتطلع دي دلوقتي، استنى بس ولا دوس يلا دوس. يا الله يا هنا ساسكت قليلا. كم من 10؟ تسعة أصلاً، ما كانتش 10 من 10. تسعة ده عشان انتوا بس، انتوا مش عارفين. تسعة إذا ما كانش 10 من 10. كم من 10؟ إيه؟ كم من 10؟ تسعة. تسعة من 10؟ نفس التسعة. سوس الجبنة ما كانتش عاجبني. دي المشكلة يعني، سوس الجبنة. هو بيقول سوس الجبنة ما كانتش حلوة. أنت إيه؟ بس الجبنة نفسها الصوابع كانت كويسة. كانت جامدة يعني. فشخت. أديله 8 من 10 أو 7 من 10، لأن الأكل كان فيه ريحة خل جامدة جدا. فما عجبنيش في حوار بس اللي هو الريحه بس، لو انا باكل في ريحه خل جامده جدا، لكن معظم الاكل لا شغال. بس 8 من 10 عجبنا برضو في الاخر. برضو انت بعد ما بتاكل كل حاجه بيديك زي ورقه كده ريت تكتب فيها الاكل قعد معاك قد ايه، الاوردر يعني عشان يوصل لك قعد قد ايه، والاكل حابب تضيف ايه او تغير ايه. انا بصراحه كتبت ان هو كان يعني كل حاجه تمام، ولكن نقطه بس الكاتشب اللي هو يعني بصوا احنا 3 فاخد 3 كاتشب بس على الاكل ده كله يعني، زود كده حبه كاتشب شويه. وبرده فكره ان الاكل فيه ريحه خل جامده جدا يعني، اللي هو فكره احنا مش قادرين ناكل من ريحه الخل، مش طعم الاكل ولكن ريحه الخل كانت قويه جدا. وده كان ريفيو بسيط عن تشيكن فيلا. لو عايزني اجرب اي مطاعم ثانيه اكتب لي تحت في الكومنت عشان اروح اجرب هذا المطعم. وتشيكن فيلا ممكن ياخد معانا لحد دلوقتي 8 من 10 او 9 من 10، لان الاكل كان حلو جدا، ولكن النقط بس اللي انا قلت عليها. وطبعا الانستجرام ما تنساهوش، والتيك توك ما تنساهوش، وهنا طبعا نعمل فولو عشان نوصل ل 100 الف في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.